إذا تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد هنا من العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. وكيف تشوفوا معنا ساكنة كاريان سنترال جد متضررة، هدموا لهم البيوت ديالهم منذ أزيد من 5 سنوات بدون استفادة أو تعويض. اختي حنايا من كريم سنترال جاتنا استفاده في 2010، من 2010 لحد الان حنا مشردين، انه قالوا الملف باقي، الملف ديال كريم سنترال تسد. حنا حاليا حنا مشردين في الزنقه، الوليده ديالي والاخ ديالي الله يرحمه عنده 2 بنيات مشردين في الزنقه كيخلصوا 2000 درهم للشهر. دابا مع الكوفيد ملي غيخلصوا؟ يعني ملي كنمشي انا لعند الباشا او كنمشي عند القائد كيقول لك الملف ديالك تسد. الملف ديالي ملي تسد ديال الوالده ديالي، انها فين غتمشي؟ فين غتمشي؟ انا من هذا المنبر كنطلب سعد الدين العثماني رئيس الحكومه يدير حل كريم سنترال. حنا ما بغينا حتى شي حاجه كما درت للطفل عثمان عدنان اللي تقتل، بغيناكم ديروا حل كريم سنترال. تاهو تحسبوه منا، ماشي ديروا حل. هذاك تاهو ولد الشعب ديالنا، مواطن بحالنا بحاله، ولكن خاصكم ديروا الحل لكريم سنترال كما درتوا لعدنان الله يرحمه ويصبر الاهل ديالو. ديروا لكريم سنترال الحل، حنا شردتونا والارض اللي نتوما خليتوها يعني خاويه، وحنايا شردتونا. الوالده ديالي ملي غتخلص 2000 درهم وعندها 2 بنيات ملي غتشردهم هي ما خداماش. انا كنطلب من سعد الدين العثماني يدير لنا حل، ومن الاستاذ معتو انه يسهر على الملف ديال كريم سنترال. انا من هذا المنبر هذا استاذ معتوق انني كنطلب منك دير لنا حل الله يرحم الوالدين. سعد الدين العثماني ما دار لنا حتى شي حاجه، الكريان سنترال كيقول لنا هاد الاستفاده عطى لنا الملك الله ينصره، وعطى الهيبه الملكيه الكريان سنترال والمسؤولين ما وفوش بها، كيقولوا الملف باقي محلول هو الملف ديالنا تسد. كنمشي عند الباشا كيقول لي الملف ديالكم تسد، انا من شرده يعني فين غنسكنوا؟ 2000 درهم ما عندناش. كاين اختي ب 2000 درهم، 2000 درهم حنا دابا ما خداميش، بلا غنخلصها. انا بنت خويا، بنات خويا جوج يديرهم بناتو، راه الساكنه كامله ديال كاريان سنترال انها راه ما مفسداش، كلهم شردين، راه كلهم شردين. السلام عليكم اختي، حنا من كاريان سنترال فهمتيني؟ حنا من كاريان سنترال اختي، حنا اختي ما كيقولوا الملف كاذبين على الله ينصر سيدنا، كاذبين عليه بما الملف تسد والملف باقي محلول. حنا دابا اختي اضطروا الناس بما ملكنا خرجنا، حيت محلينا في شهر، محلينا في شهر الاول خرجنا فهمتيني، طرينا بما جنا ولدنا ما عندناش فين نمشيو اختي، بما طرينا بما خرجنا من الكرا جينا هنا، جينا هنا باش جبنا ولادنا فهمتيني، جينا لكاريان كنا ساكنين، الارض اللي كنا ساكنين فيها جينا لها اختي، ما داروا معنا والو، حتى شي مسؤول ما كيجي عندنا. ملي كنمشيو عند المسؤولين اللي كيقولوا لنا الملف تسد فهمتيني، حنا كنطالبوا من هاد المسؤولين الله يرحم ليهم الوالدين، كنطالبوا من هاد المسؤولين تشتي الباشا الله يرحم ليه الوالدين، الله يخلي لي وليداتو، يدير معنا شي حل، الله يرحم ليه الوالدين، والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا فهمتي. انا مكرين زرابة. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا من الناس ديال كاريان سنترال وكاريان زرابة. انا من الناس كاريان انا من كاريان زرابة. كنطلب واحد النداء. المشكل ديالنا اختي، حنا مشردين، حنا كاع مساكنين، كاع مساكنينش حنايا، حنا ما عرفت ما مشين، بحال حاسين براسنا في شي دوله، ما كايناش، ما محميين من حتى واحد، وكلشي كيبدا يخلع فينا، كلشي كيبدا يقول لنا الملفات ديالكم تسدوا، وحنا وليداتنا فينا قريهم. انا ولدي الصباح مشيت عند واحد الاستاذ واحد المدير طارق بن زياد كاينه في درب مولاي الشريف، كيقول لك ولدك سير قلب عليه المدرسه، وانا قاري مقيد ولدي في السيت، كيقول لي سير قلب عليه، وانا الدار اللي ساكنين فيها كتقول لي مولا الدار سير خرج يا وليدي.
سير خرج وليدي من هاد الدار هذا. ملي كنمشي هاد القيد كنقول له سوبني لا كارت كيقول لي الدار مهدده بالسوق وقلب لك على شي دار، وانا فين غادي نمشي؟ حنا تسعود النفوس حنا ساكنين في نص بقعه. نص بقعه علاش سكتوا هذه 5 سنين وانتم ساكتين؟ الناس كاملين مسكوتين، الناس كاملين مهددين، الناس كاملين كلشي خدا، كلشي استافد، كل استافد من التحت ومشى، حنا كاع ما استافدنا، حنا شردونا مع وليداتنا حنايا، انا عندي جوج وليدات مشرديني، عندي 30 سنة دابا، واش نقولوا لك الجيل هذا اللي جاي طالع دابا كامل هذا الجيل هذا اللي جاي، اش نقولوا ليه؟ واش غادي يتزوج ولا ما غاديش يتزوج؟ هذه اللي باغي نطالبوا من هذه الحكومة هذيك، واش حنا عايشين ولا ما عايشينش؟ واش حنا كاينين في الدوله ولا ما كاينينش؟ واش كاين شي قانون ولا ما كاينش؟ حنا ملي كنمشيو للعماله تاع السبع الحي المحمدي كنشوفوا حنا قوانين اخرين. انا ما كذبش عليك، انا من هذوك الناس المهددين، انا مهدد بزاف، انا عندي وثائق الناس اللي مستافدين وما من حقهمش يستافدوا، جايين مش حامل بلاصه ما حقهمش يستافدوا استافدوا، علاش هذوك يستافدوا وحنا اللي من حقنا نستافد؟ وفي الدستور ديال الملك، في الدستور ديال سيدنا صاحب جلاله الملك محمد السادس 2013 قال كل رب الاسره عنده الحاله المدنيه يستافد، انا عندي حاله مدنيه علاش ما استافدش؟ الاخر عنده الحاله المدنيه يستافد، والاخر عنده حاله مدنيه ما يستافدش، علاش ما يستافدش؟ 2016 مستافد، 2015 مستافد، 2014 مستافد، انا مجوج 2013 علاش ما استافدش؟ وكيقول لك حنا في الاحساء حنا دزنا 2010، لا سيدي 2010 2011 2012 داز الاحصاء، 2012 داز الاحصاء. انا اللي باغي نعرف انايا باغي انا المحاسبه، دوز على المحاسبه على الناس هذو اللي شردونا واللي ريبوا لينا. احصاونا العام، احصاونا في 2012، احنا من كاريان زهراب احصاونا 2012، كيقول لك لا داز الاحصاء 2011، لا داز 2010، لا داز 2012 31 دو جنبير 2012 داك الاحصاء، ملي داس من ورا داس الدرياب، من ورا داس الدرياب، وحنا كنطلبوا من صاحب جلاله الملك محمد السادس يفتح لنا واحد القانون، الله يرحم ليكم الوالدين وعاش سيدنا، وكنطلب من مولاي الحسن الجيل الاخر جاي طالع، الجيل الاخر جاي طالع، ما عرفناش حنا واش باقي غادي نبقاو عايشين ولا غادي نموتوا، راه الناس اخرين جايين عايشين. راه حنا كنا ساكنين في الكاريان، ملي غادي تطلع انت ما تلقاش الكاريان، ولكن غادي نتهمشوا حنايا، غادي نتهمشوا وليداتنا، مهمشين والدينا، راه تسعود الناس حنايا، راه تسعود النفوس، شكون اللي غادي يعيش في بيت؟ واش غادي نعيش انا مع ولادي كاملين في بيت واحد، وخويا يعيش مع كاملين في بيت واحد، وانا تسعود النفوس، خويا ما مجوج، واختي مجوجه وانا مجوج، وكاع والدي مجوجين، كيفاش غادي نعيشوا في هذيك نص بقعه؟ باغي نعرف انا كيفاش غادي نعيشوا في هذيك نص بقعه؟ وعاش الملك، وكنطلب من صاحب جلال الملك محمد السادس يفتح لنا واحد القانون، يشوف من عملت على السبع الحي محمدي، يشوف من حوالهم، راه الناس راه مشرده كاريان سونترا كاريان زرابه راه مشردين، حنا راه بغينا نعرفوا حنا شي حل، حنا راه بغينا نشوفوا شي حل، راه هذا الحل هذا اللي كيقولوا لنا حنا الملف ديالكم تسد، حنا بغينا نعرفوا الحل، حنا بغينا هذه المحاسبه، بغينا اناني ونقدم احمد الكامل، وبغينا نفوت الاسماء، والاسماء راه اليوم عليا وغدا عليك يا سعادة الباشا، راه اليوم عليا وغدا عليك، راه ما عرفتش كيفاش غادي تدوز الايام وغادا تدور، والمقدم والقيد والعامل راه ما عرفناش كيفاش تدوز هاد الايام هادي، راه اليوم ليا وغدا عليك، راه اليوم ليا وغدا عليك، راه المحكمة راه ماشي محكمة ديال الدنيا، المحكمة راه ديال الآخرة، راه هي اللي غادي تحكم بيناتنا حنا كاملين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.